نبدأ كمان في جزئية مهمة جدا النهاردة في مجموعة من المباريات، مباريات في الدوري المصري وفي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وأيضا كمان في الدوري الأسباني. الدوري المصري طبعا المباراة المرتقبة اللي الكل بينتظرها ويتابعها، مباراة جماهيرية كبيرة ما بين الإسماعيلي والأهلي. هذه المباراة مؤجلة من الأسبوع الثاني عشر، ستلعب على استاد برج العرب في تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم. لكن مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا، اليوم في مجموعة من المباريات والجولة الإياب في دور الـ16. ليفربول هيستضيف لايبزيج الألماني الساعة 10، وكان ليفربول سبق لي الفوز على لايبزيج في ألمانيا 2-0، كان أحرزهم محمد صلاح وساديو ماني. باريس سان جيرمان النهاردة أيضا الساعة 10 مساء هيستضيف برشلونة. هل تكون مباراة الريمونتادا للبارسا تحت قيادة إدارة جديدة بقيادة خوان لابورتا؟ هنشوف مباراة اليوم، خاصة أن باريس سان جيرمان سبق لي الفوز في ملعب الكامب نو في كاتالونيا على برشلونة 4-1، وبالتالي برشلونة محتاج أن هو يستعيد ويعمل ريمونتادا ويفوز على الأقل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي هي مباراة ضمن لقاءات الأسبوع 33، وهي مباراة مقدمة طبعا ما بين مانشستر سيتي وساوثهامبتون، هتتلعب النهاردة الساعة 8 مساء. وفي نفس التوقيت في الدوري الأسباني مباراة مؤجلة من الأسبوع 18 ما بين أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بيلباو. طبعا مباراة مهمة لأتلتيكو مدريد بيسعى لتأكيد الصدارة، ومنافسة قوية جدا مع ريال مدريد وبرشلونة في صدارة الدوري الأسباني خلال الفترة الحالية.